خالد كيفن بتاع اللي كتبها كان سنه 2013. وريني كده كتب ايه على. قال لك يا ابني احنا ما نقدرش، احنا ما نقدرش نعمل حاجه. ورهان مقال لكاتب امريكي يتحدث عن علاقه السيسي باسرائيل. مقال كتبه الكاتب الامريكي كيفن برايت في 16 من سبتمبر 2013 في صحيفة فيتنس توداي التابعة للمحاربين القدامى في أمريكا والتي يرأسها جون ألين أحد القادة السابقين في الجيش الأمريكي. وجاء نص المقال كالآتي: مشروع إسرائيل الكبرى هو مخطط صهيوني تم إعداده منذ زمن بعيد من أجل سرقة جميع الأراضي الواقعة بين نهري النيل والفرات، ويبدو أنه واقع الآن بين مفترق طرق. لقد سرقوا النيل. ليست المشكلة في كون قائد مصر الجديد اللواء عبد الفتاح السيسي يهودي، أمه هي مليكة تيتاني وهي يهودية مغربية من مدينة آصفي، وهو ما يعني بالتالي أن السيسي يهودي بل ومواطن إسرائيلي. إذا أراد الشعب المصري انتخاب رئيس يهودي في انتخابات حرة ونزيهة. يا جماعة مش احنا اللي بنقول ده، كيفن برايت زي السي ان ان ما قالت، زي ما الامام النائب الامام الخميني اللي كان قبل الخميني ما قال، زي ما ناس كتيرة قالت حقيقة انه هو يهودي. مش احنا، ده كيفن برايت. تقدروا تتأكدوا من اصل المقالة وتاريخها ونص الكلمات، وهذه ترجمة نصية. انا قطعت هذا واحد من اخطر التقارير اللي بتعرض عشان بس أكد لحضراتكم هذه المعلومة، اللي بيقول على أصوله اليهودية كيفن برايت مش إحنا. كمل تكرمه. البرلمان بنسبة 73% وفي مجلس الشورى بنسبة 80% وفي رئاسة الجمهورية ب 52% من الأصوات، وتم إقرار دستور الإخوان بنسبة 64%. لكان هذا أمرا جيدا بالنسبة لي، إلا أن المشكلة أن السيسي أخفى هويته اليهودية وعلاقاته مع الإسرائيليين عن الشعب المصري، كما دمر ديمقراطيتهم الوليدة بالخداع والقتل الجماعي. والمشكلة الأكبر أنه بات مؤكدا أن السيسي عميل للموساد، وهذا لا يعني أن مصر السيسي أصبحت ديكتاتورية متوحشة فحسب على غرار جمهوريات الموز، ولكنها أرض محتلة من قبل إسرائيل، أي أنها أحدث وأكبر منطقة في إسرائيل الكبرى التي ما زالت تتوسع. ولا عجب إذن في أن يصف السفير الإسرائيلي السيسي بأنه بطل قومي لكل اليهود. خال السيسي هو أوري سيباغ الذي ينطق أحيانا صباغ، كان جنديا في رابطة الدفاع اليهودية هاماجين منذ عام 1948 وحتى عام 1950، وأصبح شخصية بارزة في حزب بن غوريون، حيث عمل سكرتيرا في حزب العمل الإسرائيلي في بئر السبع من عام 1968 حتى عام 1981. شقيقة أوري والدة السيسي انتقلت على الأرجح إلى مصر بتكليف من الموساد، وآتت تلك المهمة أعظم ثمارها عندما أطاح الموساد بالرئيس مرسي وعين مكانه عميله السيسي في انقلاب الثالث من يوليو 2013. الخلاصة أن السيسي كان طوال حياته عميلا للموساد، ومهمته هي التسلل إلى أعلى مستويات السلطة في هذا البلد العربي المسلم. السيسي هو النسخة الحديثة لإيلي كوهين الذي تسلل إلى أعلى مستويات السلطة في سوريا تحت اسم كمال أمين ثابت قبل أن يفتضح أمره ويتم شنقه في ميدان عام في دمشق. ويبدو أن المقولة الشهيرة لجورج دبليو بوش التي يقول فيها لو عرف الناس الحقيقة لطاردونا وقتلونا في الشوارع تنطبق تماما على السيسي. خلال الانقلاب الذي وقع في الثالث من يوليو كان السيسي على اتصال دائم عبر الهاتف مع الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. إسرائيل وعدته بتأييد كامل وتعهدت له بضمان عدم قطع المساعدات الأمريكية، وفي نفس الوقت وافقت الولايات المتحدة على ذلك. كان الانقلاب المصري خاصة مكوناته الدعائية تشير جميعها إلى يد إسرائيلية سوداء، حملة ضخمة يتم تمويلها ويجري بثها عبر وسائل الإعلام الرئيسية في مصر والمرتبطة بالإسرائيليين. نعم، نفس الأشخاص الذين يمتلكون وسائل إعلام كبيرة هنا وهناك
كانوا يقارنون بشكل دائم وبشكل متكرر بين الرئيس مرسي وأدولف هتلر. حقيقة أن مرسي يساوي هتلر تعد العلامة الأولى التي تشير إلى القوى التي كانت تقف خلف الانقلاب وتكشف أن تلك القوى كانت صهيونية وليست مصرية. ومنذ الانقلاب وإسرائيل تغدق على السيسي الثناء والأموال والدعم. لقد شن السيسي عميل الموساد حربا على فلسطين من خلال تنفيذ عمليات شاملة لإغلاق الأنفاق الحدودية التي تبقي سكان قطاع غزة على قيد الحياة. وفي هذه الأثناء حصل السيسي على مليارات الدولارات من دوما روتشيلد، أحجار الدومينو اليهودية الذين يطلقون على أنفسهم اسم آل سعود. بات من الواضح أن الغرب الذي يهيمن عليه الصهاينة والدوما التابعة لهم في الشرق الأوسط لن يسمحوا للمسلمين بانتخاب قادة مخلصين ولو قليلا في انتخابات حرة، وإنما سوف يلجأون للخداع والعنف لمواصلة خططهم للسيطرة إقليميا وعالميا. الشعب المصري الذي انتخب جماعة الإخوان المسلمين بأغلبية ساحقة فاقت ما حصل عليه أي حزب سياسي أمريكي في تاريخ أمريكا بالكامل، يحتاج إلى ثورة إسلامية حقيقية لخلق ديمقراطية صحيحة. وإذا لم يتحقق ذلك سوف تظل مصر إلى أجل غير مسمى وصمة في وجه التاريخ الإنساني إلى الأبد، وإحدى الولايات الأبدية لإسرائيل الكبرى يحكمها سفاح يهودي صهيوني نصب نفسه فرعونا بينما يخفي خلفيته وولاءاته الحقيقية. مقال لكاتب أمريكي كيفين برايت. نحن ننقل هذه المقالة زي ما نقلنا العديد من الشواهد، ولم يتسنى لبرنامج مع معتز ولا قناة الشرق ولا القائمين على هذا البرنامج التأكد من حقيقة جنسية أمه.